صحيح، اتحاد الكوره. اتحاد الكوره كانت ايام جميله الحقيقه في عصره الذهبي. كان سنه كام يا محمود بيه؟ الكلام ده من 2009 ل 2011، انا قعدت فيه سنتين بس في اتحاد الكوره. 2009 ل 2011 حضرتك قعدت سنتين بس في اتحاد الكوره. قعدت سنتين وتقدمت باستقالتي. وتقدمت باستقالتي، وكان في خلاف بيني وبينك يا كابتن مدحت. صحيح. في هذا التوقيت فيما يخص الرعايه والبث الفضائي. وكان لينا وجهات نظر مختلفه. صحيح. انما يعني بس انا انتصرت في الاخر. انت انتصرت والاتحاد خسر 200 مليون جنيه يا كابتن مدحت. والاتحاد خسر. هو الحقيقه انا ايامها كنت يعني في احد القنوات واتكلمت عن حقوق الرعايه، وحيك عملت فيها مجهود رهيب ما فيش شك. كان لينا بعض وجهات النظر، وحيك كنت حابب تكسب الاتحاد وهذا حقك الطبيعي. كنا بندافع عن الملايين، كنت بدافعك عن، انا بدافع عن ملايين البشر، وحيك بتدافع عن ملايين الجناهات، وهذا حقك كعضو مجلس اداره. لكن في النهايه انتهى الامر باستقاله حضرتك. هل استقلت لسبب ان عقد الرعايه ما مشيش؟ لا، استقلت لسبب الاليه اللي حدثت بها انهاء مزايده كانت تحدث لأول مرة في تاريخ اتحاد كرة القدم. أن يتم اجتماع مكتب تنفيذي قبل ساعات من فتح المظاريف المالية وترسية العرض اللي كان 200 مليون جنيه. وبعد كده الحقيقة ال 200 مليون جنيه راحوا على الاتحاد، ولحد النهاردة ما نعرفش بقوا يجيبوا كام في لا أقل من كده بكتير. كان مين رئيس المكتب التنفيذي أنذاك؟ كان كابتن سمير زاهر. كان كابتن سمير برغم ان هو صديقك العزيز. طبعا. لا، كابتن سمير. وكابتن سمير زاهر من الشخصيات البارزه اللي اثرت في مسيره الكره المصريه. ما فيش كلام. وانجازات وكانجازات برضو يحسب له ما تم من انجازات. سمير زاهر علامه من العلامات الفارقه في تاريخ اتحاد الكوره. والخلاف لا يفسد الرأي لا يفسد الود قضية. وكابتن سمير صديق عزيز جدا، واعتز بصداقته لان صداقته تعود الى زمن بعيد، واحنا للاسف هنا بنشخصن الامور زياده عن اللزوم يا كابتن مدحت. نعم. وما بنحطش الامور في نصابها الحقيقي. صحيح. وعندما نختلف خلاص، انا تقدمت باستقالتي وظلت صداقتي بسمير زاهر كما هي صداقتي بسمير زاهر، لن تتاثر. اختلفنا في الراي وكان ما كان. الاتحاد خسر فلوس كتير صحيح، انما لا ننكر على سمير زاهر ان هو اول من اخترع موضوع الرعايه والبث الفضائي. صحيح. يعني الحقيقه تحسب له حاجات كتير قوي في مسيرته. صحيح. طيب احنا مش هنتكلم عن اتحاد الكره، هنتكلم عن النادي الاهلي. تسمح لي نبدا بنشيد الاهلي؟ يا سلام، دي حاجه تسعدنا جميعا. يلا يا محمد. يا اهلي شوف ولادك والجنود، شوف كتايبك، شوف جنودك والحشود، شوف آيات النصر في كل العهود، شوف وسجل بيها أمجاد الخلود. انت دايما انت دايما انت دايما 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 في الأمان. شوف جنودك والحشود، شوف آيات النصر في كل العهود، شوف تسجل بيها أمجاد الخلود. انت دايما انت دايما انت دايما 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 في الأمان. كل نعمة في رحابك عندنا، دي مشيئة وإرادة ربنا، شيوخك اكتسبنا مجدنا، وين شبابك احتفظنا باسمنا. انت دايما انت دايما انت دايما 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 في الامان. لما شفت حضرتك صور رؤساء الانديه، لازم اسالك قبل ما نخش في حوارنا، مين منهم بتعتبره مثلك الاعلى حقيقه؟ ما فيش نقاش وما فيش جدال. الكابتن صالح سليم هو اولا هو من قدمني الى الساحه الرياضيه. نعم. كابتن صالح سليم، وبرده انا نفسي اقول انه صالح سليم حرام مقارنته باي حد تاني. ليه؟ لانه صالح سليم ظاهره، صالح سليم ليس مجرد شخص او رئيس نادي طبيعي. او هنا يا كابتن مدحت، في ناس ربنا بيحبوها بكاريزما
وبطلع على من غير هم ما يقصدوها كمان. نعم. كابتن صالح كان له كاريزما وكان له إطلالة على الناس بتجبر أي حد على احترامه وبتجبر أي حد على التعامل معه بطريقة معينة. نعم. لأنه صالح سليم كان رجلا في منتهى الأدب والأخلاق اللي في الدنيا، كان رجلا لا يعرف العواطف في عمله، كان رجلا عمليا بمعنى الكلمة. في حاجات كتير قوي كانت بتخلي صالح سليم ظاهرة، وأنا طول عمري بقول صالح سليم ظاهرة وليس رمز، مش رمز كمان يعني، هو أعلى من الرمز شوية، ظاهرة بيجبرك على أن أنت تلتزم بالطريق السليم من خلال تصرفاته ومن خلال كلامه معاك ومن خلال أسلوبه في التعامل. كان ديمقراطي في المجلس؟ كنت عضو معاه في المجلس؟ طبعا أنا عدت عضو مع كابتن صالح من 96 ل 2000 ومن 2000 و2002 إلى أن توفاه الله. ويعني كنت بجواره في 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 محنته الصحية، وحتى توفى كنت على قرب شديد جدا منه، وشفته كيف يواجه المرض اللعين وكيف يواجه الموت. صالح سليم بمنتهى القوة ومنتهى الشموخ، الحقيقة كانت حاجة تعلمت منها الكثير. جوه المجلس يا محمود بيه، هل كان رجل يبان لنا أنه هو رجل قوي جدا وصارم جدا وأنه صاحب القرار الحقيقي، هل بالفعل كان كده جوه المجلس ولا كان ديمقراطي؟ صالح سليم كان من أكثر رؤساء الأندية اللي تعاملت معاها، أو من أكثر الرؤساء في أي مجال تعاملت معاه، ديمقراطي ويستمع إلى كل الأراء ويستمع للناس كلها ويسمع الناس كلها ويأخذ القرار بعد المداولات الشديدة، إنما عند أخذ القرار هو ديكتاتور في تطبيق القرار. أنا يعني برضو عشان ما 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 يعني أنا طبعا هناك علاقة شخصية بيني وبين الكابتن صالح سليم، وهناك علاقة عاطفية بيني وبين الفريق عبد المحسن كامل المرتجي، لأنه أنا والدي قوات مسلحة، فأنا تربيت قوات المسلحة وكان